هالو لويتو عندي حاسس انكم تسوق افلام كانال. اهلا بكم ومرحبا مجددا بدرس جديد اساسي ومهم جدا. هذا الدرس سيكون عبارة عن مرجعك واساسك اللغوي لحفظ الكلمات باللغة الالمانية، لاننا سنتحدث عن اهم الكلمات. لذلك احضر دفتر اللغة الخاص بك لنبدأ مباشرة. هالو، اهلا. هالو، اهلا. يا، نعم. يا، نعم. ناين، لا. ناين، لا. بيتي، من فضلك. بيتي، من فضلك. انتشوليغونغ، آسف أو أستسمحك عذرا. نصيحة مهمة بالنسبة للكلمات الطويلة، يمكنك تقسيمها أو تجزيئها، مثل انت شول دي جونغ، انتشول دي جونغ، بمعنى آسف أو أستسمحك عذرا. غوتن موغن، صباح الخير. غوتن موغن. دانكه، شكرا. دانكه، شكرا. بس شبيتا، أراك لاحقا. بس شبيتا، أراك لاحقا. أو في داغزيهن، وداعا. أو في داغزيهن، وداعا. جيهن، أن تذهب أو أن تمشي. جيهن، أن تذهب أو أن تمشي. جوت، جيد أو بخير. جوت، جيد أو بخير. زير جود، جيد جدا. زير جود، جيد جدا. دو، أنت. دو، أنت. إيش، أنا. إيش، أنا. هايسن، يدعى أو يسمى. هايسن، يدعى أو يسمى. جلوكليش، سعيد. جلوكليش، سعيد. تغاوغش، حزين. تغاوغش، حزين. فوتند، غاضب. فوتند، غاضب. مودي، متعب. مودي، متعب. كرانك، مريض. كرانك، مريض. der Hunger، الجوع. der Hunger، الجوع. der Durst، العطش. der Durst، العطش. das Recht، الحق. das Recht، الحق. haben، أن تملك. haben، أن تملك. das Essen، الطعام. das Essen، الطعام. das Brot، الخبز. das Brot، الخبز. das Gemüse، الخضار. das Gemüse، الخضار. das Obst، الفواكه. das Obst، الفواكه. das Fleisch، اللحم. das Fleisch، اللحم. der Salat، السلطة. der Salat، السلطة. der Apfel، التفاحة. der Apfel، التفاحة. die Banane، الموزة. die Banane، الموزة. der Snack، الوجبة الخفيفة. der Snack، الوجبة الخفيفة. die Suppe، الحساء. die Suppe، الحساء. das Ei، البيضة. das Ei، البيضة. der Käse، الجبنة. der Käse، الجبنة. das Hähnchenfleisch، الدجاج. das Hähnchenfleisch، الدجاج. das Schweinfleisch، الخنزير. das Schweinfleisch، الخنزير. das Rindfleisch، اللحم البقري. das Rindfleisch، اللحم البقري. der Fisch، السمك. der Fisch، السمك. das Wasser، الماء. das Wasser، الماء. der Kaffee، القهوة. der Kaffee، القهوة. der Tee، الشاي. der Tee، الشاي. die Milch،
الحليب دي ملح الحليب der Saft العصير der Saft العصير دي Süße الصلصة دي Süße الصلصة دي Butter الزبدة دي Butter الزبدة موغن تحب لكن ليس بمعنى الحب إنما بمعنى حب الشيء حب فعل الشيء موغن تحب كاين ودا أو كاينة أداة نفي كاين أو كاينة بمعنى لا أو ليس أو ليست أداة نفي شمكن أن تتذوق شمكن أن تتذوق لكا شهي أو لذيذ لكا شهي أو لذيذ إيجلش مقرف إيجلش مقرف زوبا رائع زوبا رائع بيرفكت مثالي بيرفكت مثالي أنت و أنت و دي تسال العدد دي تسال العدد دي نما الرقم دي نما الرقم داس تليفون الهاتف داس تليفون الهاتف دي تليفون نما رقم الهاتف دي تليفون نما رقم الهاتف ماين لي ماين لي داين لك داين لك نول أينس أينس تزواي تزواي تغاي تغاي فيا فيا فنف فنف زكس زكس زيبن زيبن أخت أخت نوين نوين تسن تسن داس غستورانت المطعم داس غستورانت المطعم دير تش المائدة أو الطاولة دير تش المائدة أو الطاولة دي شبايزة كارت القائمة أو قائمة الطعام دي شبايزة كارت القائمة أو قائمة الطعام دي غشنوك الفاتورة دي غشنوك الفاتورة دير تلا الطبق دير تلا الطبق داس مسا السكين داس مسا السكين دي جابل الشوكة دي جابل الشوكة دير لوفل الملعقة دير لوفل الملعقة دي شتيبشن العيدان دي شتيبشن العيدان داس جلاس الكوب داس جلاس الكوب دي تاسه الفنجان دي تاسه الفنجان مشتن ان تريد مشتن ان تريد بشتلن ان تطلب بشتلن ان تطلب اسن ان تاكل اسن ان تاكل ترينكن ان تشرب ترينكن ان تشرب بغايت جاهز او مستعد بغايت جاهز او مستعد يا بيتي نعم من فضلك يا بيتي نعم من فضلك ناين دانكي لا شكرا ناين دانكي لا شكرا دانكن ان تفكر دانكن ان تفكر فندن ان تجد فندن ان تجد شون جميل او لطيف شون جميل او لطيف شتاك قوي شتاك قوي شفاخ ضعيف شفاخ ضعيف فت سمين فت سمين دون رفيع او نحيف دون رفيع نت
لطيف. نت لطيف. هسلش قبيح. هسلش قبيح. كول بارد. كول بارد. غوس كبير. غوس كبير. كلاين صغير. كلاين صغير. كورتس قصير. كورتس قصير. لانج طويل. لانج طويل. إير هو. إير هو. زي هي. زي هي. في شون يا لجماله. في شون يا لجماله. إيش فنده أنا أجد. إيش فنده أنا أجد. أوخ أيضا. أوخ أيضا. إيش أوخ أنا أيضا. إيش أوخ أنا أيضا. نشت أداة نفي بمعنى لا أو ليس أو ليست. نشت أداة نفي. براوخن أن تحتاج. براوخن أن تحتاج. دي هلفة المساعدة. دي هلفة المساعدة. إيش براوخ هلفة أنا أحتاج المساعدة. إيش براوخ هلفة أنا أحتاج المساعدة. زاغن أن تقول. زاغن أن تقول. كثير من الناس يخلطون بمن ومن. من بمعنى الرجل بدبل إن، لكن من بمعنى المرء بحرف إن واحد. أوف على. أوف على. Wie sagt man auf Arabisch؟ كيف يقول المرء فراغ باللغة العربية عندما تريد سؤال شخص عن معنى كلمة باللغة العربية الألمانية أيا يكن؟ Wie sagt man بمعنى كيف تقول باللغة العربية أو الألمانية. Wie sagt man بمعنى كيف تقول باللغة العربية أو الألمانية أو بأي لغة أخرى. Wissen أن تعرف. Wissen أن تعرف. Verstehen أن تفهم. Verstehen أن تفهم. Ich verstehe nicht أنا لم أفهم. Ich verstehe nicht أنا لم أفهم. Verstehst du هل تفهم أنت. Verstehst du هل تفهم. Kennenlernen أن تقابل أو أن تعرف. Kennenlernen عندما تتعرف إلى شخص ما. Großartig عظيم. Großartig عظيم. Hier هنا. Hier هنا. Willkommen أهلا. Willkommen أهلا. Nicht zu danken على الرحب والسعة. Nicht zu danken على الرحب والسعة. Das Glück الحظ. Das Glück الحظ. Viel كثير. Viel كثير. Viel Glück حظا سعيدا. Viel Glück حظا سعيدا. الكثير من الحظ. Deutschland ألمانيا. Deutschland ألمانيا. Sprechen أن تتحدث. Sprechen أن تتحدث. Ein bisschen قليل أو القليل. Ein bisschen natürlich بالطبع. Natürlich بالطبع. Woher أين. Woher أين. Aus من. Aus من. Sprichst du Arabisch هل تتحدث اللغة العربية. Sprichst du Arabisch هل تتحدث اللغة العربية. Gerne بكل سرور. Gerne بكل سرور. Etwas بعض الشيء. Etwas بعض الشيء. Alles كل شيء. Alles كل شيء. Nichts لا شيء. Nichts لا شيء. Gar على الإطلاق. Gar على الإطلاق. Elf إحدى عشر. Elf إحدى عشر. Zwölf إثنى عشر.
تسولف اثنى عشر تغايتسن ثلاثة عشر تغايتسن ثلاثة عشر فيرتسن أربعة عشر فيرتسن أربعة عشر فنفتسن خمسة عشر فنفتسن خمسة عشر زكتسن ستة عشر زكتسن ستة عشر زيبتسن سبعة عشر زيبتسن سبعة عشر أختسن ثمانية عشر أختسن ثمانية عشر نوينتسن تسعة عشر نوينتسن تسعة عشر سفنتسش عشرون سفنتسش عشرون دي زخة الشيء دي زخة الشيء دي ماركت السوق دي ماركت السوق دي جلد أوتومات ماكينة صرف النقود دي جلد أوتومات ماكينة صرف النقود دي أبوتيكا الصيدلية دي أبوتيكا الصيدلية دي كيوسك الكشك دي كيوسك الكشك دي لويته الناس دي لويته الناس داس جشافت المتجر داس جشافت المتجر دي سوبر ماركت السوبر ماركت دي سوبر ماركت السوبر ماركت داس اوتو السيارة داس اوتو السيارة داس تاكسي سيارة الأجرة داس تاكسي سيارة الأجرة دي بانك البنك دي بانك البنك داس بوخ الكتاب داس بوخ الكتاب دي بوخ هاندلونج متجر الكتب دي بوخ هاندلونج متجر الكتب كاوفن أن تشتري كاوفن أن تشتري فيركاوفن أن تبيع فيركاوفن أن تبيع أين كاوفن جيهن أن تذهب للتسوق أين كاوفن جيهن أن تذهب للتسوق دورت هناك دورت هناك إس جيبت يوجد هناك أو هناك يكون إس جيبت هناك يكون داس جيترينك المشروب داس جيترينك المشروب ليبلينكس مفضل ليبلينكس مفضل ديا دي داس التعريف أو أدوات التعريف في اللغة الألمانية والدرس الخاص فيهم موجود بعلامة الاستفهام يمين أو يسار الشاشة أليه بمعنى كل أو الجميع لكن للشيء القابل للعد أليه بمعنى الكل أو الجميع eigentlich بالطبع أو بالواقع eigentlich بالطبع أو بالواقع das ist lecker هذا شهي أو لذيذ das ist lecker هذا شهي was ist das ما هذا was ist das ما هذا die Familie العائلة die Familie العائلة دي متى الأم دي متى الأم دي فاتا الأب دي فاتا الأب دي إلتا الوالدين دي إلتا الوالدين دي شفستا الأخت دي شفستا الأخت دي بغودا الأخ دي بغودا الأخ دي غروس متى الجدة دي غروس متى الجدة دي غروس فاتا الجد دي غروس فاتا الجد دي غروس ألتان الأجداد دي غروس ألتان الأجداد دي توختة الإبنة دي توختة الإبنة دي زون الإبن der Sohn الابن die Geschwister الإخوة die Geschwister
الإخوة der Frau المرأة der Frau المرأة der Mann الرجل der Mann الرجل das Kind الطفل das Kind الطفل das Büro المكتب das Büro المكتب arbeiten أن تعمل arbeiten أن تعمل das Hotel الفندق das Hotel الفندق der Garten الحديقة der Garten الحديقة die Küche المطبخ die Küche المطبخ das Zimmer الغرفة das Zimmer الغرفة der Bahnhof محطة القطار der Bahnhof محطة القطار wer من wer من der Job الوظيفة der Job الوظيفة die Farbe اللون die Farbe اللون rot أحمر rot أحمر blau أزرق blau أزرق gelb أصفر gelb أصفر grün أخضر grün أخضر schwarz أسود schwarz أسود rose وردي rose وردي weiß أبيض weiß أبيض orange برتقالي orange برتقالي braun بني braun بني grau رمادي grau رمادي hell خفيف أو فاتح hell خفيف أو فاتح dunkel داكن أو غامق dunkel داكن أو غامق hellblau أزرق فاتح hellblau أزرق فاتح dunkelrot أحمر غامق أو داكن dunkelrot أحمر داكن wo ist أين يكون wo ist أين يكون das Krankenhaus المستشفى das Krankenhaus المستشفى هي ist es إنه هنا هي ist es إنه هنا نوع ein bisschen قليلا من فضلك نوع ein bisschen قليلا من فضلك عندما تريد طلب بعض الوقت genug genug كافي genug كافي reichen أن يكون كافي reichen أن يكون كافي das reicht هذا يكفي das reicht هذا يكفي machen أن تصنع أو أن تفعل machen أن تصنع أو أن تفعل was machst du ماذا تفعل was machst du ماذا تفعل möglich ممكن أو معقول möglich ممكن أو معقول es ist möglich إنه ممكن es ist möglich إنه ممكن es ist möglich هل هو ممكن ist es möglich هل هو ممكن unmöglich مستحيل unmöglich مستحيل wie schade يا للأسف wie schade يا للأسف die Kleidung الملابس دي كلايدونغ الملابس دي هوزة البنطلون دي هوزة البنطلون أو السروال داس هيمد القميص داس هيمد القميص داس تي شيرت الفانيلا داس تي شيرت الفانيلا دير روك التنورة أو الجوانلة دير روك التنورة das Kleid الفستان das Kleid الفستان der Mantel المعطف der Mantel المعطف die Jacke السترة die Jacke السترة der Pullover البلوفر der Pullover البلوفر der Schal الكوفية أو الشال der
شال الكوفية أو الشال. der Hut القبعة. der Hut القبعة. der Anzug البدلة. der Anzug البدلة. die Sokse الجوارب. die Sokse الجوارب. der Schuh الحذاء. der Schuh الحذاء. der Hausschuh الحذاء المنزلي. der Hausschuh الحذاء المنزلي. die Unterhose الملابس الداخلية. die Unterhose الملابس الداخلية. der Regenschirm المظلة. der Regenschirm المظلة. die Tasche الحقيبة. die Tasche الحقيبة. geschlossen مغلق. geschlossen مغلق. geöffnet مفتوح. geöffnet مفتوح. einmal مرة واحدة. einmal مرة واحد. die Nuss المكسرات. دي نوس المكسرات. دي شوكولادة الشوكولاتة. دي شوكولادة الشوكولاتة. دي تسوكر السكر. دي تسوكر السكر. داس زالتس الملح. داس زالتس الملح. دي بفيفا الفلفل. دي بفيفا الفلفل. فيجيتاريش نباتي. فيجيتاريش نباتي. الآن بعدما ألقيت نظرة على أهم 400 كلمة، دعونا نلقي نظرة على أهم الصفات وعكسها. كما تعلم، حفظ الصفات وعكسها من أهم الأمور، وهي عملية تسهل الحفظ. لنبدأ. جود جيد. جود جيد. شلشت سيء. شلشت. ونلاحظ سبب نطق الشين الشديدة هو أن مقطع التساولها سبق بحرف أس. شلشت. شون جميل. شون جميل. هسلش قبيح. هسلش قبيح. نلاحظ هنا بأن مقطع التساولها في كلمة هسلش نطق على أنه إش. إش. والسبب أنه لم يسبق بحرف أس. غروس كبير. غروس. كلاين صغير. كلاين. وهنالك ملاحظة مهمة، غروس وكلاين قد تأتي بمعنى كبير أو صغير أو حتى طويل أو قصير، ويمكنك تحديد ذلك من سياق الجملة. شتاك قوي. شتاك قوي. شفخ ضعيف. شفخ ضعيف. ونلاحظ هنا مثال آخر لنطق حرفين لتساولها. لماذا نطق على أنهم خاء؟ خ. شفخ. السبب أنهم سبقوا بأحد الحروف الصوتية بشكل مباشر. ودائما أنصحكم بأن تقوموا بتقوية أساسيات النطق عن طريق هذه السلسلة، لأن نطق الحروف ومقاطعها مهم جدا بكل مراحل ومستويات اللغة. جلوكليش سعيد. جلوكليش سعيد. تغاوغش حزين. تغاوغش حزين. شنل سريع. شنل سريع. لانغزام بطيء. لانغزام بطيء. حاول أن تقوم بتكرار قراءة الصفات من بعدي. فرويندليش ودود. فرويندليش ودود. أنفرويندليش غير ودود. أنفرويندليش غير ودود. هيل مشرق. هيل مشرق أو مضيء. دونكل مظلم. دونكل مظلم. فام دافئ. فام دافئ. كالت بارد. كالت بارد. لايشت خفيف. لايشت خفيف. شفيع ثقيل.
شبيع، ثقيل. وقد يأتيان بمعنى سهل أو صعب حسب سياق الجملة، لكن باللغة الألمانية هنالك كلمات خاصة بالسهولة والصعوبة، وهي einfach سهل، einfach، und schwierig صعب، schwierig. إذا كنت تريد نطق أسرع أو أبطأ، يمكنك الاستفادة من الميزات الموجودة في إعدادات الفيديو عن طريق تسريعه أو تبطئه. نوي جديد، نوي جديد. ألت قديم، ألت قديم. غشتش صحيح، غشتش صحيح. فالش خاطئ، فالش خاطئ. زوبع نظيف، زوبع نظيف. شموتسش قذر أو متسخ، شموتسش. أوفن مفتوح، أوفن مفتوح. geschlossen مغلق، geschlossen مغلق. وإذا كنت تتساءل عن نطق مقاطع الحروف الطويل والقصير، هنالك درس كامل تم شرح كل التفاصيل فيه. بلش رخيص، بلش رخيص. تويا غالي، تويا غالي، أي مرتفع السعر. فل ممتلئ، فل ممتلئ. ليع فارغ، ليع فارغ. فايت بعيد، فايت بعيد. نا قريب، نا قريب. جيزونت صحي أو صحة، جيزونت. كرانك مرض أو مريض حسب سياق الجملة، كرانك للتعبير عن المرض. لاوت صاخب، لاوت صاخب. لايزه هادئ، لايزه هادئ. كلوك ذكي، كلوك ذكي. دوم غبي، دوم غبي. ولو ركزت ستلاحظ بأن كلوك الجي تنطق على أنها كا، وهذا الأمر قمنا بشرحه بسلسلة أسرار النطق، لذلك أؤكد دائما على أهمية التسلسل في الدروس. فلايسش مجتهد، فلايسش مجتهد. فاول كسول، فاول كسول. أينفخ بسيط أو سهل، أينفخ. نلاحظ بأن أينفخ تكررت، لكن العكس هنا هو كومبليتسيات، وتعني معقد. كومبليتسيات أي أن أينفخ قد تأتي بمعنى سهل أو بسيط. غويل هادئ، غويل هادئ. أوفغيريكت منفعل، أوفغيريكت منفعل. فرويندليش ودود، فرويندليش ودود. أنفرويندليش غير ودود، أنفرويندليش. أورغانيزيات منظم، أورغانيزيات منظم. كاوتش فوضوي، كاوتش فوضوي. تسيلشتريبش مصمم، تسيلشتريبش مصمم. تسوغاليش متردد، تسوغاليش متردد. موتش شجاع، موتش شجاع. انكستليش خائف، انكستليش خائف. أكتيف نشط، أكتيف نشط. إن أكتيف غير نشط،
inactive غير نشط. تروي مخلص. تروي أنتروي غير مخلص. أنتروي غروسزوغيل كريم. غروسزوغيل كريم. جايتسل بخيل. جايتسل بخيل. الآن لنلقي نظرة على مجموعة كلمات أخرى لكن بشكل مميز. ما الذي يعني؟ سأقوم بإعطائكم الكلمات مع أدوات التعريف أي der, die, das مذكر مؤنث حيادي. هذا الأمر سيساعدك كثيرا تحديدا بالمراحل الأساسية، لذلك ركز جيدا وقم بحفظ الكلمات التالية لأنها أساس لغوي. der Tag. der Tag. اليوم. der Tag. der Abend. كما تلاحظ فإننا نقوم ببناء الأساسيات من الكلمات التي أخذناها، والآن سنكمل بكلمات جديدة. der Abend تعني المساء. der Abend. der Akzent. der Akzent. اللهجة. der Boss. الحافلة. der Boss. der شيف. der شيف. der شيف. و der شيف تعني الرئيس أي رئيس العمل. der كمبيوتر. der كمبيوتر. الحاسوب. وتلاحظون كيفية قراءة حرف لتس بسبب كونه حرف دخيل، وشرحنا ذلك بدرس الحروف. der فيلم. der فيلم. الفيلم. der كافيه. der كافيه. القهوة. der كاكاو. der كاكاو. الكاكاو. der غايز. der غايز. الأرز. der Kollege. der Kollege. der Kollege. وتعني الزميل أي زميل العمل أو الدراسة. der Kontinent القارة. der Kontinent. der Marathon. der Marathon الماراثون. der ميتا. der ميتا. der بروفيسور الأستاذ. der بروفيسور. der ريسبكت الاحترام. der ريسبكت. der سبورت الرياضة. der سبورت. der Student الطالب. der Student. ويجب أن تدرك بأننا نتحدث هنا عن الطالب الجامعي. هنالك اختلاف بين الطالب الجامعي وطالب المدرسة باللغة الألمانية، فالطالب الجامعي يطلق عليه Student. Student. لكن Schule. Schule هي الكلمة التي تستخدم لطالب المدرسة. student. der test الاختبار. der test. der tourist. der tourist. السائح. der tourist. der vegetarier. der vegetarier. نباتي. الشخص النباتي. الآن لننتقل للأسماء المؤنثة بأداة التعريف دي. دي أدريسة. دي أدريسة العنوان. دي بانانة. دي بانانة الموزة. ونلاحظ هنا اختلاف النطق الطويل والقصير. بانانة. بانانة. والسبب واضح جدا، هنالك حرف ثابت
وبعده حرف صوتي. أما بالحالة الثانية هنالك حرف صوتي بعد الحرف الساكن، وشرحنا ذلك بالدرس الإضافي بتوضيحات نطق مقاطع الحروف الطويلة والقصيرة. دي دي فاو دي، دي دي فاو دي، دي ديفيناتسيون، دي ديفيناتسيون، التعريف، دي ديفيناتسيون، دي ديموقراطي، دي ديموقراطي، دي ديموقراطي، الديمقراطية، دي إيميل، دي إيميل، البريد الإلكتروني، دي إنرجي، دي إنرجي، دي إنرجي، الطاقة، دي جيتار، دي جيتار، الجيتار، دي جراماتيك، القواعد، دي جراماتيك، دي انفورماتسيون، المعلومات، دي انفورماتسيون، دي جينز، الجينز، كلمة دخيلة، دي جينز، دي جينز، دي كولتور، الثقافة، دي كولتور، دي ليتيراتور، الأدب، دي ليتيراتور، دي موزيك، الموسيقى، دي موزيك، دي بارتي، الحفلة، دي بارتي، دي بيتزا، البيتزا، دي بيتزا، دي بوليتساي، الشرطة، دي بوليتساي، دي رياليتيت، الواقع، دي رياليتيت، دي ريليجيون، دي ريليجيون، الدين، دي ريليجيون، دي زيكوند، الثانية، دي زيكوند، ركز على نطق حرف الأس، دي شتاتوا، التمثال، دي شتاتوا، دي أونيفرسيتيت، الجامعة، دي أونيفرسيتيت، وركز جيدا، تعتبر هذه الكلمة من أحد أكثر الكلمات التي يخطئ بها متعلمي اللغة الألمانية الجدد، هي تنطق أونيفرسيتيت وليس أونيفرسيتيت، لأن حرف الفاء ينطق فيه فيه، وهذا صحيح، لكن هذه الكلمة هي كلمة دخيلة، لذلك ينطق الحرف كما هو بلغته الأصلية، أي أونيفرسيتيت. والآن لننتقل مباشرة للأسماء الحيادية بأداة التعريف داس. أكرر، رجاء كرر ورائي وقم بتسجيل جميع الكلمات، هذا الأمر سيساعدك بشكل كبير. داس بيبي، الرضيع، داس بيبي، داس داتوم، داس داتوم، التاريخ، داس فيستيفال، داس فيستيفال، المهرجان، داس فيستيفال، داس فوتو، الصورة، داس فوتو، داس هوبي، داس هوبي، داس هوبي، الهواية، داس هوتيل، الفندق، داس هوتيل، داس كونسيرت، الحفلة الموسيقية، داس كونسيرت، داس ميك اب، داس ميك اب. ونلاحظ النطق بالكلمات الدخيلة يبقى كما هو، داس موزيوم، المتحف، داس موزيوم، داس بابيا، الورق، داس بابيا، داس بروبليم، المشكلة، داس بروبليم، داس برودوكت، المنتج، داس برودوكت، داس بروغرام، البرنامج، داس بروغرام، داس بروجكت، المشروع، داس بروجكت،
Das Radio. الراديو. Das Radio. Das Restaurant. المطعم. Das Restaurant. Das Souvenir. التذكار أو الهدية التذكارية. Das Souvenir. Das Taxi. سيارة الأجرة. Das Taxi. Das Team. الفريق. Das Team. Das Telefon. الهاتف. Das Telefon. وهنا نقصد الهاتف الأرضي أو الهاتف بحد ذاته وليس الهاتف المحمول، لأن الهاتف المحمول Das Handy. Das Handy. Das Theater. المسرح. Das Theater. نلاحظ نطق حرفين الـ A والـ R في نهاية الكلمة عبارة عن مقطع الـ A A، وشرحنا ذلك مسبقا. Das Thema. الموضوع. Das Thema. Das Zentrum. Das Zentrum. المركز. Das Zentrum. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الكلمات الأخرى. Auf geht's. Moment mal. Moment mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Du hast recht. Du hast recht. وهان ممكن نلاقي أحد الأخطاء الشائعة إنه الناس تحكي du bist recht، لكن الصحيح أن نحكي du hast recht. إذن هنا نستخدم فعل haben وليس sein. Egal. Egal. Wozu? Wozu? Komm schon. Komm schon. Aufregend. Aufregend. Langweilig. Langweilig. طبعا حرف الـ E والـ G لما يكونوا في نهاية الكلمة ينطقوا على أنهم إيش. وفي بعض الأشخاص أكاديميا يعني بالأرقام ممكن ينطقوها على أنها إج إج، لكن الدارج أكثر أو المتعارف بين الألمان هو نطق الـ إيش. وبتقدر تراجع الموضوع شرحته بشكل موسع أكثر في فيديو الأرقام. شباس ماخن. شباس ماخن. إيش كنت؟ إيش كنت؟ miteinander. Mit ein anda. Nächste Woche. Nächste Woche. Es wird. Es wird. Bestimmt. Bestimmt. واللي عنده مشاكل في نطق مقاطع الحروف بإمكانه يرجع لهذا الفيديو موجود في علامة الاستفهام، شرحنا فيه الموضوع بشكل موسع وبتفاصيله سواء من ناحية الأحرف أو مقاطع الحروف. Letzte Nacht. Letzte Nacht. Zwei Monate lang. Zwei Monate lang. Vor drei Wochen. Vor drei Wochen. Das Gespräch. Das Gespräch. والجماعة بالنسبة لنطق حرفين اللي تساوي الها اللي هو الإيش فشرحته بكثير فيديوهات مسبقة. الموضوع كله بإنك تضغط الهواء بين أعلى سقف الحلق واللسان، وبإمكانكم تشيكوا الفيديو لتوضيح أكثر. Das Thema. Das Thema. Die Beziehung. Die Beziehung. Das Wetter. Das Wetter. Die Politik. Die Politik. Die Technologie. Die Technologie.
نو لو جي دي جيزوند هايت دي جيزوند هايت دي ليبه دي ليبه داس ليبس ليبن داس ليبس ليبن دي ويسنشافت دي ويسنشافت داس انتريسه داس انتريسه ريدن ريدن. طبعا زي ما دائما بحكي لكم حرف الار باللغه الالمانيه كل مراحله بدايه الكلمه سينطق على انه غين باللغه العربيه، بينما لو كان في اخر الكلمه ممكن ما ينطق او ينطق على انه آ خفيفه، واذا كان بالنص ينطق على انه راء باللغه العربيه. اذا غين راء شبه لا ينطق او ممكن نحكي آ خفيف. يبع يبع فرنسوزيش فرنسوزيش verlieren verlieren voran voran darauf darauf der Idiot der Idiot ممكن نحكي die Idioten die Idioten ruhig ruhig sei ruhig sei ruhig Fußball Fußball Basketball Basketball Golf Golf Turnen Turnen Boxen Boxen Tennis Tennis Angel Angel ziemlich ziemlich immer noch immer noch zusammen zusammen normalerweise normalerweise montags montags وطبعا دائما بالايام لازم نعرف انه بس نضيف حرف الاس لأي يوم من الأيام فبصير معناها كل هذا اليوم، مثلا مونتاكس كل يوم اثنين. مثال آخر لو حكينا ميتفوخس فنفس الشيء كل يوم أربعاء، وهكذا على كل الأيام. إن زواي شتوندن إن زواي شتوندن دير نودن دير نودن دير زودن der Süden der Osten der Osten der Westen der Westen Amerika Amerika Nordamerika Nordamerika Südamerika Südamerika Europa Europa Afrika Afrika Asien Asien Australien Australien der Präsident der Präsident die Präsidentin die Präsidentin der Minister die Ministerin Die Ministerin, der König, der König, die Königin, die Königin, der Politiker, der Politiker, die Politikerin, die Politikerin. دائما الكلمات الصعبة جزءوها. Die Regierung, die Regierung, das Militär, der Anführer, der Anführer.
غا دي أنفغارين دي أنفغارين دائما بالكلمات المعقدة بنجزئها والحرف الآر الأخير ينطق بشكل خفيف واللي قبله أخف والأول بيكون غين. دير جينيرال دير جينيرال دي جينيرالين دي جينيرالين دير زولدات دير زولدات دي زولداتين دي زل دي دي زولداتين دي ماخت دي ماخت ممكن تيجي بمعنى السلطة أو القوة ديموقراتيش ديموقراتيش ولو لاحظتوا آخر مقطع نطقنا على إنه إيش شديدة إيش وليس إيش السبب إنه سبق مقطع على تسي والها بحرف الإس فصار النطق ككل إيش دع ديموقراط دع ديموقراط دي ديموقراطين دي ديموقراطين der Witz der Witz das Fahrrad das Fahrrad nicht gut können nicht gut können Radfahren Radfahren das Klavier die Gitarre die Gitarre Gitarre spielen Gitarre spielen kochen kochen backen backen hören hören zuhören zuhören والفرق هو بين الاستماع والانصات ورح نتكلم عن الموضوع أكثر في فيديوهات أخرى. schwierig schwierig gefährlich gefährlich besonders besonders zum Beispiel das Foto das Bild das Bild, das Video, das Souvenir, das Dorf, die Insel, die Sicht, das Tier, das Tier abgelegen abgelegen unglaublich unglaublich fantastisch fantastisch nochmal nochmal dieser der Krieg der Frieden, das Volk, die Diskussion, das Gesetz, der Staat, die Wirtschaft. Schafft die Steuer versprechen ändern kontrollieren nötig der Himmel die Sonne, der Mond, scheinen, der Sonnenschein.
der Sonnenschein, der Regen, der Regen, regnen, regnen, der Regenmantel, der Regenmantel. تلاحظوا كيف اللغة الألمانية لغة وصفية، يعني الكلمات الأساسية بتتركب مع بعض وبتطلع بمعنى آخر. der Schnee, der Schnee, schneien, schneien, der Schneemann, der Schneemann, werden, werden, bauen, bauen, nass, nass, trocken, trocken, draußen, draußen, drinnen, drinnen, rausgehen, rausgehen, reingehen, reingehen, viel zu, viel zu, wann, wann, dann, dann, aufhören, aufhören, das Team, das Team, der Spieler, der Spieler, die Spielerin, die Spielerin, das Stadion, das Stadion, das Foul, das Foul, das Jahrhundert, das Jahrhundert, das Match, das Match, die Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft, das Tor, das Tor, Bildschirm, Bildschirm, das Herz, das Herz, der Herzinfarkt, der Herzinfarkt, die Grippe, die Grippe, liegen, liegen, sitzen, sitzen, sich sitzen, sich sitzen, stehen, stehen, lernen, lernen, nicht mehr, nicht mehr, das Eis, das Eis, die Zahnbürste, die Zahnbürste, der Wald, der Wald, der Regenwald, der Regenwald, die Pause, die Pause, lachen, lachen, weinen, weinen, mitnehmen, mitnehmen, der Sturm, der Sturm, der Wind, der Nebel, der Erfolg, voll, voll, leer, leer, das Wort, gutes Spiel, gutes Spiel, gut gespielt, gut gespielt, der Stift, der Bleistift, der Bleistift. Anhalten, أن تتوقف, anhalten, أن تتوقف. Fragen, أن تسأل, fragen, أن تسأل. Nachfrage, أن تسأل عن, Nachfrage, أن تسأل عن, يعني عن موضوع معين. Rechts, يمين, rechts, يمين. Links, يسار,
links يسار geradeaus بشكل مستقيم geradeaus schnell سريع schnell سريع langsam بطيء langsam بطيء stellen انتضع stellen انتضع eine Frage stellen أن تسأل سؤالا eine Frage stellen أن تسأل سؤالا kann ich Ihnen eine Frage stellen هل أستطيع أن أسألك سؤالا kann ich Ihnen eine Frage stellen هل أستطيع أن أسألك سؤالا biegen Sie links ab استدر نحو اليسار لكن هاي في صيغة الفورمة biegen Sie links ab ممكن نحكي بكل بساطة links abbiegen Sie sprachen zu schnell أنت تتحدث بشكل سريع للغاية Sie sprachen zu schnell können Sie bitte langsam sprechen هل تستطيع الحديث بشكل أبطأ من فضلك können Sie bitte langsam sprechen Es ist in dieser Straße إنه في هذا الشارع Es ist in dieser Straße. خلونا الآن نتكلم عن الوظائف. Der Journalist. الصحفي. Der Journalist. Der Arzt. الطبيب. Der Arzt. Der Zahnarzt. طبيب الأسنان. Der Zahnarzt. Der Lehrer. المدرس أو المعلم. Der Lehrer, der Schriftsteller, الكاتب, der Schriftsteller, الكاتب, der Professor, الأستاذ, der Professor, مقصود فيها أستاذ الجامعة, der Anwalt, المحامي, der Anwalt, der Kellner, النادل, der Kellner, النادل. طبعا der Kellnerin النادلة كل الكلمات هاي بإمكاننا نحولها لصيغة المؤنث أو حتى للجمع ممكن أكتب لكم إياها على الشاشة der Schüler الطالب طبعا لما نحكي Schüler معناها المقصد هو طالب المدرسة لحد الهاي سكول بينما لما نتكلم عن طالب الجامعة فبنحكي der Student Der Student طالب الجامعة Der Schüler طالب المدرسة Herr سيد Herr سيد Frau سيدة Frau سيدة خلونا الآن ننتقل لجزئية تتكلم عن البشر بشكل عام عن الملابس عن الصفات عن شكل الحواس وهاي الأمور Los geht's Das Haar الشعر Das Haar, الشعر. Das Auge, العين. Das Auge, العين. Tragen. ممكن تيجي بمعنى يلبس أو يحمل. يحمل شيء أو يلبس حسب سياق الجملة. Tragen. Tragen. Schreiben, أن تكتب. Schreiben, أن تكتب. Blond, أشقر. Blond أشقر manchmal أحيانا manchmal أحيانا jeder كل jeder كل sie trägt manchmal ein rotes Kleid إنها ترتدي فستان أحمر أحيانا أو أحيانا إنها ترتدي فستان أحمر sie trägt manchmal ein rotes Kleid Sie ist blond. إنها شقراء. Sie ist blond. Sie hat braune Augen und graue Haare. لها عيون بنية وشعر رمادي. Sie hat braune Augen und graue Haare. Ich bin Journalist. أنا صحفي. Ich bin Journalist. Ich schreibe jeden Tag Geschichten. أنا أكتب القصص. كل يوم. Ich schreibe jeden Tag Geschichten.
خلونا ننتقل الآن لجزئية بتتكلم عن المرض والآلام بشكل عام. Der Notfall, الحالة الطارئة. Der Notfall. Der Schmerz, الألم. Der Schmerz. Der Bauch, المعدة. Der Bauch. Die Bauchschmerzen, الألم في المعدة أو ألم المعدة. ملاحظين كيف اللغة الألمانية دائما بحكي لكم إنها لغة وصفية. يعني حكينا der Schmerz الألم, der Bauch المعدة, ألم المعدة die Bauchschmerzen بكل بساطة. der Kopf الرأس, der Kopf الرأس, die Kopfschmerzen أيضا كذلك الصداع أو ألم الرأس. دي إنفكسيون العدوى, دي إنفكسيون العدوى. دي ميديتسين داس بيبا الورق, داس بيبا الورق. دي تواليت التواليت, دي تواليت. ننتقل لجزئية ثانية عن الشعور. إيش زلت ينبغي أو أنا ينبغي علي. إيش زلت فولي انتشر أو أن تحس. فولي انتشر. بلوتين أن تنزف. بلوتين أن تنزف. داس است أي نوتفال, هذه حالة طارئة أو إنها حالة طارئة. داس است أي نوتفال. إس توت فيه, إنه مؤلم. إس توت فيه. Ich habe Bauchschmerzen, لدي ألم في المعدة. Ich habe Bauchschmerzen. Du sollst zu einem Arzt gehen, يجب عليك أن ترى طبيب. Du sollst zu einem Arzt gehen. Gute Besserung, أتمنى لك الشفاء العاجل. Gute Besserung. الآن خلونا ننتقل لمجموعة مصطلحات داخل المنزل أو في المنزل. نبدأ بـ Das Schlafzimmer, غرفة النوم. Das Schlafzimmer. Das Badezimmer. Das Badezimmer. الحمام. Das Wohnzimmer, غرفة المعيشة. Das Wohnzimmer. Der Gast, الضيف. Der Gast, الضيف. Oben, الدور العلوي. Oben, الدور العلوي. Unten, الدور السفلي. Unten, الدور السفلي. Neben, بجوار. Neben, بجوار. Zwischen, بين. Zwischen, بين. Wo ist die Toilette? أين Toilette أو أين دورة المياه؟ Wo ist die Toilette? Die Toilette ist zwischen der Küche und dem Wohnzimmer. Toilette بين المطبخ وغرفة المعيشة. Die Toilette ist zwischen der Küche und dem Wohnzimmer. الآن خلونا نتكلم عن بعض الأماكن. Das Museum, المتحف. Das Museum. Die Kirche, الكنيسة. Die Kirche, الكنيسة. Die Brücke, الجسر. Die Brücke, الجسر. Das Kino, السينما. Das Kino. Wiederhole, أن تكرر. Wiederhole, أن تكرر. Fahren, أن تقود. Fahren, أن تقود. Nah, قريب. Nah, قريب. In der Nähe von, قريب من أو بجوار. In der Nähe von, قريب من أو بجوار. رحل أو بعيد. Weg, رحل.
فايتفيك بعيد جدا. ممكن قبل ما نحكي فايتفيك ممكن نحكي فايت بعيد، فايت بعيد، فايتفيك بعيد جدا، فايتفيك بعيد جدا. جناو بالضبط، جناو بالضبط، جناو هي هنا بالضبط أو ها هنا بالضبط. جناو هي. gibt es ein Museum hier عندنا؟ هل يوجد متحف قريب من هنا؟ gibt es ein Museum hier عندنا؟ das Fitnessstudio ist genau hier. صالة الألعاب موجودة هنا بالضبط. das Fitnessstudio ist genau hier. das Hotel ist da drüben. الفندق هناك. das Hotel ist da drüben. Die Brücke ist nicht weit von hier. الجسر ليس بعيدا من هنا. Die Brücke ist nicht weit von hier. الجسر ليس بعيد من هنا. Das Kino ist weit weg. السينما بعيدة جدا. Das Kino ist weit weg. Können Sie das bitte wiederholen? هل يمكنك تكرار ما قلت؟ Können Sie das bitte wiederholen؟ خلونا الآن ننتقل لموضوع المواد الدراسية. دي موسيق، الموسيقى. دي موسيق، الموسيقى. دي جيوغرافي، الجغرافيا. دي جيوغرافي، الجغرافيا. دي ماتيماتيك، الرياضيات. دي ماتيماتيك، الرياضيات. دي شيمي، الكيمياء. دي شيمي، الكيمياء. دي شباخة، اللغة. دي شباخة، اللغة. دي شبوت، الرياضة. دي شبوت، الرياضة. خلونا الآن ننتقل لبعض المصطلحات المتعلقة بالعروض التلفزيونية والأفلام. der Film، الفيلم. der Film. der Fernseher، التلفزيون. der Fernseher، التلفزيون. die Show، البرنامج. die Show. anschau، أن تشاهد. anschau، أن تشاهد. لازم، أن تقرأ. لازم، أن تقرأ. lieben، أن تحب. lieben، أن تحب. hassen، أن تكره. hassen، أن تكره. خلونا الآن نتكلم عن بعض المصطلحات الموجودة بجسم الإنسان. der Arm، اليد. der Arm، اليد أو الذراع. das Bein، الساق. das Bein، الساق. die Hand، اليد. the hand، اليد. der Fuß، القدم. der Fuß، القدم. der Zeh، أصبع القدم. der Zeh. der Finger، أصبع اليد. der Finger. der Hals، الرقبة. der Hals، الرقبة. die Nase، الأنف. دي نازل، الأنف. der Mund، الفم. der Mund، الفم. das Ohr، الأذن. das Ohr، الأذن. der Zahn، السن. der Zahn، السن. das Knie، الركبة. das Knie، الركبة. دي شولتر، الكتف. دي شولتر، الكتف. دي بروست، الصدر. دي بروست، الصدر. دي غيبا، الضلع. دي غيبا، الضلع. خلونا الآن ننتقل لبعض المصطلحات المتعلقة بالسفر. داس لاند، الدولة. das Land، الدولة أو البلد. das Visum، التأشيرة. das Visum،
عشيرة. دي بوت كارتي، بطاقة صعود، بطاقة صعود الطيارة. دي غايزة باس، جواز السفر. دي غايزة باس. دي فاخ كارتي، التذكرة. دي فاخ كارتي، التذكرة. دي فلوغ هافن، المطار. دي فلوغ هافن، المطار. داس تيرمينال، المحطة. داس تيرمينال، المحطة. دي بوس، الحافلة أو الباص. دي بوس، الحافلة. داس جيبيك، الحقائب. داس جيبيك، الحقائب. دي كوفا، الحقيبة. دي كوفا، الحقيبة. غايزن، أن تسافر. غايزن، أن تسافر. بزوخن، أن تزور. بزوخن، أن تزور. سايجن، أن تظهر أو أن تعرض. سايجن. شفير، ثقيل. شفير، ثقيل. لايشت، خفيف. لايشت، خفيف. Welche Stadt sollten wir besuchen? أي مدينة ينبغي أن نزور؟ Welche Stadt sollten wir besuchen? Wir müssen ein Taxi nehmen. يجب أن نطلب سيارة أجرة أو تاكسي. Wir müssen ein Taxi nehmen. Mein Gepäck ist zu schwer. حقائبي ثقيلة للغاية. Mein Gepäck ist zu schwer. خلونا الآن نتكلم عن بعض المصطلحات المتعلقة في أوقات النهار. Der Morgen، الصباح. Der Morgen. Der Mittag، الظهيرة. Der Mittag، الظهيرة. Der Nachmittag، ممكن نحكي المغرب أو بعد الظهيرة. Der Nachmittag. Der Abend، المساء. Der Abend، المساء. Die Nacht، الليل. Die Nacht، الليل. Gestern، الأمس. Gestern، الأمس. Heute، اليوم. Heute، اليوم. Heute Nachmittag، اليوم بعد الظهيرة. Heute Nachmittag. Heute Abend، اليوم مساء أو الليلة. Heute Abend. Morgen، الغد. Morgen، الغد. Morgen früh، صباح الغد. Morgen früh، صباح الغد. الآن خلونا ننتقل للموضوع الأخير معنا اليوم وهو الأعداد الترتيبية. Erste، أول. Erste، أول. قبل ما نكمل طبعا موضوع الأعداد الترتيبية من المواضيع المهمة جدا والناس أغلبها بتجد صعوبة أو بتخلط بينه وبين الأرقام العادية، فأنا شرحته بالفيديو الثالث في سلسلة المفردات، راح تلاقوه في علامة الاستفهام. اللي حاب يتعمق بالموضوع ويفهمه بشكل كامل بإمكانه يشيك على الفيديو. zweite، ثاني. zweite، ثاني. dritte، ثالث. dritte، ثالث. vierte، رابع. vierte، رابع. fünfte، خامس. fünfte، خامس. مثلا zwölfte، ثاني عشر. zwölfte، ثاني عشر. وهكذا وإلى آخره. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. طبعا هاي الفيديوهات الطويلة من الفيديوهات اللي جدا متعبة في صناعة المحتوى، سواء من ناحية الإعداد والسكريبت أو من ناحية التصوير. فياريت تكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، تنشروا الفيديو إذا استفدتوا. نراكم في فيديوهات قادمة. كان معكم أحمد بستان.